حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من أزمة الجفاف بالصومال التي حدثت جراء 5 مواسم متتالية من شح الأمطار. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لبحث أزمة الجفاف والأمن الغذائي في الصومال. بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقد الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط اجتماعاً مشتركاً بين الجامعة والأمم المتحدة على مستوى كبار المسؤولين، وذلك لدعم الصومال في مواجهة موجة الجفاف. إن الإحصاءات تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف ما قبل المجاعة أو الشبيهة بالمجاعة في الصومال قد زاد بنسبة 5 أضعاف منذ بداية العام. الاجتماع ركز على 3 مجالات رئيسية، وهي الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية، وذلك عن طريق مسارين: الأول قصير الأجل عبر الاستجابة للاحتياجات الطارئة، وأما الآخر فيعتمد نطاقا زمنيا أطول عبر زيادة قدرة الصوماليين على التعامل مع الأوضاع المتأزمة في البلاد. طلبت من دولة الصومال بأمانة عامة جامعة الدول العربية أن تنظم هذا الاجتماع بتعاون مع الأمم المتحدة لإلقاء الضوء على أزمة الجفاف في الصومال ومنع وقوع المجاعة في الصومال وبناء المشاريع تنمية قدرات الإنسان الصومالي للصمود والتكيف على تغير المناخ الدولي الحالي. اجتماع اليوم هام جدا، لأن الصومال تواجه أزمة غير مسبوقة. هذه الأزمة تحتاج لتكاتف جهود جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية، ليس فقط لدعم الشعب الصومالي الآن، ولكن أيضا للاستثمار في الصومال حتى يستطيع الشعب الصومالي التعامل مع هذه الأزمة المستمرة. يأتي عقد الاجتماع بهدف تنسيق جهود المنظمات العربية والأممية لمواجهة خطر المجاعة في الصومال، بعد أن وصل عدد المتضررين من الجفاف لأكثر من 7 ملايين شخص، كما أدى لنزوح نحو 1 مليون شخص يبحثون عن أي موارد غذائية. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.